وفي العاصمة الجورجية تبلسي أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أهمية مشاركة دول المجلس في المشروعات التجارية والاقتصادية ودورها الإقليمي والدولي الفاعل في تعزيز مبدأ التجارة وفتح الأسواق. جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى الرابع لطريق الحرير تحت شعار التواصل اليوم والغد مرن، مشيرا إلى أن المنتدى يساهم في تحديد العقبات ووضع الحلول لمعالجة التحديات. هذا وشارك في المنتدى أكثر من 60 دولة ونخبة من القادة السياسيين ورجال الأعمال والخبراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات المالية الدولية.